كان جيت للسودان فدرست هنا وتعلمت العربي هنا، لكن مع ذلك كان يقول لي أن مهما سافرت في بلدان العربية لابد أن تسافر إلى مصر. عندما سافرت إلى هناك واتصلت عليه أنا الآن في القاهرة، قال لي مبروك. فكانت خبرة جيدة الحمد لله. دكتور أحمد كيف؟ فدائما الانطباع الذي أعطاني الأب عن مصر كان يعني إيجابيا دائما. دكتور أحمد كيف سمعت عن المنحة، منحة ناصر، وكيف جاءت مشاركتك فيها ثم ترشحك للجائزة الخاصة بنكرومة؟ طيب بخصوص الجائزة، أنا دائما من الصغر كان عندي رغبة في أفريقيا وعن أفريقيا ودراسة عن أفريقيا، وليس فقط دولة سيراليون لكن كل الدول. فمن الأشياء التي درستها هي من الأبطال الأفريقيا، منها كوامي نكرومه وجمال عبد الناصر ومعلمه جوليوس نيريري. فإنما رأيت نموذج عبر الفيسبوك يتكلم عن منحة جمال عبد الناصر، يعني هذا اللفظ. وأنت دكتور أحمد، وأنتم أطفال كنتم تدرسون في المدرسة عن جمال عبد الناصر؟ ايوه ندرس عن افريقيا بشكل كامل ومنحه، يعني درسنا عن هذه الاشياء كذلك. ف يعني كنت اعرف يعني اشياء يعني بسيطه عن مصر، فرايت هذه كفرصه لاعرف اكثر عنه وعن الاشياء التي قام به من اجل حريه افريقيا. فقدمت، فالحمد لله من بين ما اعرف 2000 من الشباب اللي قدموا تم قبولي. فمن ذلك جيت لمصر وشاركت في البرنامج، ويعني كان برنامج ناجحا جدا. يعني ذهبنا، كان في محاضرات، كان في لقاءات مع الوزراء وشخصيات رفيع المستوى في الحكومة، وأيضا كان في الجانب السياحي. فالبرنامج بشكل أجمع بشكل كامل كان مفيدا جدا، ففتح عيوننا إلى مصر والدورة الذي يقوم به دورة مصر حكومة وشعبا، فكان مفيد. فأيضا أعطاني الفرصة لأقابل بعض الشباب من بلدان أخرى من دول يعني مختلفة. دكتور أحمد، هل نظرتك عن مصر تغيرت نعم. بعد هذا البرنامج؟ دكتور أحمد، هل نظرتك عن مصر وتغيرت بعد هذا البرنامج؟